لا تضحك علي. اضبط اعصابك يا اكسل ارجوك. هيا اتبعني هيا. نجحت المحاولة. والآن سنفتش عن الذهب والجواهر. كم أنا جائع. هدئ بطنك وإلا وقعنا في ورطة. أصغي إلي، لا تستر أي ضجة، اتبعني. أنا خائف. يبدو أننا نجونا، اتبعني. أين سينتهي بنا المطاف؟ لن نتوقف ما لم نعثر على الكنز. تبدو مهمتنا مستحيلة. لا تفقد الأمل، فالنتائج مضمونة وليس هناك ما يدعو إلى تشاؤم. لماذا صدمتني؟ أنا صدمتك. إكسل، انظر هناك، يبدو أننا أصبحنا على مقربة من مكان الكنز. ماذا؟ لدي معلومات تؤكد أن الكنز يتوضأ عادة في أسفل تحفة فنية كهذه. هيا لنتفحص المكان. دعني ألتقط أنفاسي أولاً. إكسل، انتظرني هنا. يا للروعة. طعام. دعك من الطعام الآن يا بطبوف. كما توقعت تماما، وجدت طعاما، وجدت طعاما، وجدت طعاما. ماذا فعلت يا اكسل؟ اين نحن الان؟ لا ادري، فانا لا ارى شيئا حولي. طعام شهي. هل يعقل أن تأكل ونحن على هذه الحال؟ يبدو أنكما تملكان قدرا كبيرا من الجرأة والذكاء، ولولا ذلك لما وصلتما إلى هنا. هل سمعت شيئا؟ نعم، ولكنني لا أرى أحدا. من المتكلم؟ كفى. لم أكن أتوقع أن يصل أحد إلى هذا المكان، ولكنكما خيبتما توقعاتي. ألا تعتقد أننا في مأزق؟ يا أخي اسكت أنت. لا تخف أيها الفار الشجاع، فلن تجد هنا إلا الترحيب، واليوم سنحتفل بقدومكما إلينا. أهلا وسهلا. أمره غريب جدا. من أنت؟ أنا حارس الكنز. حارس الكنز؟ نعم، ولقد كلفني الزعيم بحراسته. هذا يعني أنك تعرف مكانه. تقريبا. سنراه معا إذا اجتزتما الاختبار. استعد. أنا مستعد. وأنا مستعد لخوض أي اختبار. مهلا مهلا. أين الكنز؟ لا أرى شيئا. لن ترى شيئا ما دمت على هذه الحال. التزم الصمت والهدوء. حاضر. ستحصلان على الكنز إذا انطبقت عليكما الشروط، ولن تحصلا على شيء إن لم ينطبق عليكما أي شرط منها. إذن فلتكن شروطكم معقولة. ما هو شرطك الأول؟ الشجاعة والذكاء، وقد اجتزتما هذا الشرط بنجاح. ممتاز. لكن لم ينتهي الأمر بعد. ماذا؟ أرجوك لا تعبث بأعصابنا. يبدو أنه مصاب بالجنون. من العبث أن نستمع إليه. لكن أنا هل تسخر منا يا هذا؟ من تظن نفسك؟ هيا أجبني، أجبني، هيا. سنلقنك درسا قاسيا. سأشرح لكما الأمر. هات يا سيدي اشرح لنا. سنقوم الآن بجولة قصيرة.
سنقترب شيئا فشيئا من الهدف الذي تبحثان عنه. أقصد الكنز، الكنز الكبير. اتبعاني. يروى أن الكنز محفوظ خلف إحدى هذه اللوحات الجدارية، وها نحن نقف الآن أمام اللوحة الأولى. عليكما أن تكشف اللوحة التي تحمل سر الكنز الكبير. نعم. بعد أن ننتهي من استعراض اللوحات سنصل إلى بوابة الكنز. تمثل هذه اللوحة رسما لوالد الزعيم ووالدته، وهناك من يظن أن الكنز محفوظ خلفها، لكنني لا أؤيد ذلك، ولسوف تتأكد لديكما صحة كلام هذا بعد قليل. هل اقتربنا من الكنز؟ يا للسعادة. انت قليلا. من حقه أن يفرح. هيا اتبعاني. كم حلمت بهذه اللحظات الرائعة. لست متفائلا. ألم نقترب من بوابة الكنز يا عاد؟ بلى. حسنا، ادخلا خلال هذه الفتحة الضيقة. لا تترددا في تنفيذ كل ما آمركما به. هيا تشجعا. بدأت أفقد صبري. لم يبقى أمامنا إلا القليل. هل وصلنا أخيرا إلى بوابة الكنز؟ لا تكن لحوحا، سنصل إليها بعد لحظات. هيا تفضل. هيا. اتبعاني. هذا مخبأ سري.